تحية للجميع. نحن اليوم بمدينة جونية جايين لعند محل اسمه كعكتنا اللبنانية لعند شاب غير شكل اسمه أبو الجيك، يعمل كعكة لبنانية، الكعكة العصرونية، الليطة، هالأمور بجبنة بأمور عديدة، شيء كثير روعة وكثير مميز. هلا منفوت لعنده ومنشوف شو عم بقدم هاي الأشياء اللي قلنا الغير شكل. اعطونا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، ويلا نفوت لعند أبو الجيك عند كعكتنا اللبنانية. طيب وهيدا هيك نحنا وصلنا لعند كعكتنا اللبنانية على جونية. هيدا هون المطعم، هيك هيك من هون إذا ما نقرب نفوت على الشمال على سوق جونية. هيدا هون المطعم، هيك صار هون مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، ملعب جونية البلدة، وهيدي هيك الجبال الحلوة الرائعة، وهيدا هون المطعم الغير شكل. طيب وهيدا فتنا لعند كعكتنا اللبنانية عند المعلم أبو الجيك. أبو الجيك كيفك؟ لك يا هلا يا هلا، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. ليك لما صفيت أول الشارع ما بعرف شو بتسموها هون عزابي قبل السوق، واصلي ريحة الكعك لهونيك، خبز الكعك، وأنا جاي جوعان، عرفت كيف؟ فلحالي عرفت الطريق. حسن صدته على الأد 100%. بعدنا مخلصين شوي، ليك الكعك اسمه خبز أو شوي؟ شوي شوي، أنتوا تقولوا شوي. نعم. وهيدا كمان فينا نقول خبز، هي بتفرق عن المناطق يعني. صح. كمان هولي هولي أبو الجيك شو هني؟ هول قليطة، هيدي القليطة يعني البلدينة، بلا مسكة بلا شنطة، كمان هيدي بتفرق التسامي بين منطقة والتانية. مش ما أتدلك على العصرونية، هيدا الكعك العصروني وهيدا كعك للكنافة. هاي للكنافة بس مكبرة كتير، هاي تعيت الكنافة هيدي يعني ما نحن قطعة الكنافة عنا على قدها بتعبيها غير شكل. كمان بتعمل كنافة 100%، يعني بده كعكة كنافة موجودة وشغل بيت، كنافة شغل بيت مش شغل السوق. يعني عنا كعكة جبنة، كعكة زعتر، مناقيش، عنا حلو وعنا مالح، عنا مناقيش وعنا كعك، بس نحن ميزتنا بكعكتنا. بكعكتنا، شو بدك تفرجينا هلا؟ رح فرجيك أكثر كعكة مبيعا عنا بالمحل، اللي هي ميكس تشيز اللي بتيجي عكاوي مع موتزاريلا. قول يا رب، أعطيها. هيدي الكعكة الطازة اللي طالعة هلا من الفرن. هاي القليطة، هاي القليطة. اوكي. هاي قلنا عم نعمل ميكس تشيز، العكاوي مع الموتزاريلا. اوكي. اوكي. ليك أبو جيك سامع حرطقة فوق. ايه أكيد، يحن الشباب فوق عم بحضروا عجنة لبعد شوي صغيرة. عجنة تعيك المساء يعني. صحيح 100%. اوكي، فينا نطلع نتفرج بعد شوي فوق. أكيد أكيد. الكعكة وهيك. أكيد. اوكي، بنتفرج علي هون وأنتوا عم تعملوا الكعكة، وبنحطها أول فيديو حتكون من البداية، إنه بلشنا بالكعكة ووصلنا لهون. بصير. هاي عم نعمل صوص مارينارا. مارينارا؟ ايه، اسمها صوص البيتزا يعني. اسمها صوص مارينارا. صح، اول مرة حدا بيقول لي صوص مارينارا. صوص بيتزا. اوكي، صوص بيتزا. وهيدي خلطة بيتزا كعكتنا، ما حدا عنده اياها. هيدي السر. صح. هيدي الجبنة، القصة كلها بالبيتزا. وأكيد بتكمل مع الزيتون. أكيد.
وهلا على الفرن. يلا وهلا من بعد ما حمصناها بدنا نفتحها. يلا وهاي كعكتنا صارت جاهزة. وتعال شوف الجبنة. يا عين يا عين يا عين، غير شكل يا ابو جيك، عالمية. وهلا صار وقت شو انه ندوق ميز كعكتنا من بعد ما تطلع من الفرن بالقرشة. اهم شيء القرشة. القرشة حمصة والجبنة سايحة وغير شكل. ويلا دوق. يلا وهلا شوف لي هالبيتزا. نحن هاي اشطر هيدي البيتزا. شوف لي اذا نحن اشطر او التليان اشطر. يلا هات. هلا عند الامتحان يكرم المرء او يهان. صور لها البيتزا، صور. يا سلام يا سلام، غير شكل والله. ومنرجع كمان على القرشة. جاد هاي من لتا العجينة بن خالي وسمسم. بن خالي وسمسم. سمسم الذهبي. اوكي. هاي نحن عم نحكي القليطة. هيدي القليطة. الفرق بين القليطة والعصرونية، القليطة بتجي كلها مبرومة، العصرونية بيجي لها فيها هيدي الدينة مسكة. كل واحد يسميها، كل واحد يسميها شي شنطة. 100%. وانتبه هاي المسكة بتعطيك اطيب جزء بالكعكه، هي القرمشه تبعها. ابدا هاي الدين اللي فوق. صح ابو جيك، كنت بدي اسالك سؤالين. تفضل. اوكي، اول نقطه هو مش سؤال، هو من عندي جواب ومن عندك جواب. قصه نحن بنشتغل بالعجين من دون كفوف. اكزاكتلي. اوكي، هلا الان في عالم بتفوت بتعلق بسلبيه، مش لبس العجين ما بينشغل بكفوف، بلزق 200%. ما هيك بده يلزق بالكفوف وتتعذب كثير فيه بالشغل، ويمكن تطلع الشقف من الكفوف تنزل بالعجينه. صحيح. اوكي، فكرمال نتحاشى هيدا الشيء نشتغل بايدينا كثير هينه، بنصوبنهم بنعقمهم وبنشتغل شغل طبيعي. الناس اللي بتشتغل بالعجين بتشتغل بايديها. صح 100%. هيدا اول سؤال. والسؤال الثاني، ليش بتشتغلون بايديكم ما بترقوهم مثلا في رقاقه او شيء؟ هلا في رقاقه خصوصي فينا نشتغل، مش خصوصي يعني للعجين فينا نشتغل فيها، بس هيدي الطريقه المضبوطه للكعكه اليدويه. الكعكه اسمها كعكه الطبش، يلي هي بتشوفنا عم نطبش عليها، تتكون نفس المستوى نفس الرقيه. صح، وهي اهين واسرع بالنسبه لنا، نحن لانه تعودنا عليها. وايضا كمان اذا فينا هون نضيف من عندي شغله وهيك بتنشغل بحب لما بتنشغل بالإيدان. 100%. هيك تكلنا على الله. هاي العصرونية بنعمل لها الدينة قبل. صح، الدينة سميناها الدينة والله. دينة شنطة مسكة. مسكة مسكة هي اجمالا اسمها شنطة. شنطة معروف، كل منطقة بتسمي لها تسمية خاصة. عندنا بيروت مش حمول بعيتو لها شنطة. صح.
خلصنا الكعكة جوا. هاي الميكس تشيز عكاوي مع موزاريلا مثل ما شايفين، غير شكل. يا عين القعدة هون، يعني الواحد هو قاعد مع هالمنظر الحلو، السيدة وهالجبال الرائعة بجوني عند أبو جيك، ويلا باي.